ولتحذر الطبقة السياسية من ثورة الشعب القادمة. طيب. لأن لا رجع فيها نهائياً. أستاذ. الخلاص من هذه الطبقة السياسية. نعم. أستاذ رحيم، يعني كيف تقرؤون تحذير السيد باقر جبر الزبيدي وهو من المكون الشيعي؟ اليوم قال أن ممكن، من الممكن أن تعود التظاهرات للشارع العراقي وبقوة، وربما ستطيح بالنظام السياسي الحالي. هل يمكن أن يعتد بهذا التحذير أو يؤخذ به؟ سيدي الكريم، الكل يحذر وهي قراءة صحيحة لما يحدث في الساحة السياسية، باعتبار أن الانسداد السياسي اليوم هو مفتعل. وحقيقة الأمر كل من يحاول أن يضع العصا في الدواليب هو لأجل مصالحه ولأجل يعني أشياء سياسية لا تنتهي بالشعب العراقي بل تنتهي بالكتل والكيانات السياسية. إذن المعطل الوحيد هو الفواعل أنفسهم، وبالتالي حينما لا يكون هنالك حوار، حينما لا يكون هنالك تعاطي حقيقي مع إرادة الشعب العراقي، بالتالي سوف يخرج الشعب. هذا هو أمر طبيعي جدا. ما حدث ويحدث في الساحة السياسية أمر معيب جدا على الفواعل السياسية. في الحقيقة اليوم حينما طرحنا هذه المبادرة تأملنا أن يكون تعاطي حقيقي مع هذه المبادرة، باعتبار أن اليوم أنا كتشخيص في الساحة السياسية أقول أنها طوق النجاة بالنسبة للفرقاء السياسيين. هناك انسداد، هناك عدم وجود يعني أي بارقة أمل لحل سياسي، وبالتالي جاءت هذه المبادرة لتضع الحلول أمام أساسها، ولكن لا وجود لأذان صاغية، لا وجود لتعاطي. هذا أمر يعني لا أقرأه إلا بأنه ارتكاز إلى أن المدى وإناطة الأمد للمدد الدستورية لربما يأتي بمخرجات جديدة. لا سيدي الكريم، اليوم التعاطي بإيجابية مع متطلبات الساحة، مع ما يحدث في الساحة الجيوسياسية الخارجية والداخلية، مع كل هموم الشعب العراقي، هو الأمر الصحيح، هو التعاطي الصحيح مع المرحلة. المرحلة خطرة جدا اليوم، هنالك من يتلاعب بحقوق العراقيين، من يتلاعب بمصير العراقيين، بالتالي هذا التلاعب لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول به، باعتبار أنه أمر غاية في الخطورة، ينجر على أجيال وأجيال، وبالتالي المستقبل يصبح مجهول في ظل هذه المنظومة السياسية التي تتفاعل من أجل مصالحها فقط. وبالتالي تغييب مصلحة مصدر السلطات الشعب العراقي أمر يجب الوقوف عنده، يجب التراجع خطوة إلى الوراء لرؤية الساحة بشكل صحيح، من لا يدرك أنه لا يتفاعل بشكل إيجابي مع معطيات الساحة السياسية. بالتالي اليوم العمل الحقيقي هو في ظل الحوار، في ظل إيجاد طاولة حوار كما أراد السيد الحكيم، لأنها بالنتيجة سوف تعطينا بوصلة قرار نتفق عليه جميعا في خضم ما يحدث، إن كان أغلبية إن كان توافقية.